كشفت احصائيات حديثه لجهاز المساحه والتسجيل العقاري ان قيمه التداول العقاري منذ بدايه العام الجاري حتى 30 من سبتمبر الماضي بلغت اكثر من 816 مليون دينار بواقع 19149 معامله وتصدر شهر اغسطس اعلى نسبه تداول منذ بدايه عام 2024 حتى الان حيث بلغ عدد المعاملات 2000 882 معامله فيما بلغت قيمه التداول خلال شهر اغسطس 80 مليون دينار وشهد شهر سبتمبر انخفاضا من ناحيه قيمه التداول العقاري وعدد الصفقات حيث بلغت قيمه التداول العقاري 74 مليون دينار بحريني بواقع 2391 معامله